النهارده الحقيقه احنا هنتكلم عن حاجه يمكن انا قدمت جرائم كتير جدا وقدمت مواضيع كتير جدا، ولكن وعيطنا كتير وتاثرنا كتير وتعلمنا كتير، ولكن موضوع النهارده او حادثه النهارده يمكن من اقوى ومن اكتر الحاجات اللي اثرت عليا وعلى الكرو من حوالي 13 سنه، لان انا عارفه ان في انعدام ضمير، عارفه ان في انعدام اخلاق، عارفه ان مش كل واحد بيشتغل بيتقن شغله، عارفه ان في ناس وحشه، لازم نيقن ان في ناس مش كويسه، لازم نيقن ان في بشر مش بشر، ويمكن الحيوانات احسن منهم. الناس اللي بتقدر تجرح ناس او تضايق ناس او تبتز ناس او تنصب على ناس او توقع ناس او تعمل مقالب في ناس او تعمل مؤامرات على ناس او حتى تأذي حد، دي 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 ناس وحشه، وحسابها مش دلوقتي، حسابها مش دلوقتي. بيبقوا فرحانين ومبسوطين ومتخيلين ان هم بدل ما بيحصل لهمش حاجه وحشه في الدنيا يبقى هم كده تمام. بالعكس، اذا كان ربنا بيبتلي حد فيبقى بيحبه، ويا سلام لو العبد رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وطلب بس اللطف فيه. النهارده هنتكلم عن مليكة او لولي اللي اتوبيس المدرسه المشرفه نزلتها من الاتوبيس وهي عندها 3 سنين ونص لوحدها تعدي الشارع، وسواء باشا ما استناش 10 ثواني وما كلفش خاطره يبص شمال يشوف البنت عدت ولا لا، ف مش عايزه اقول داسها حاجه، يعني حاجه ما تتوصفش، حاجه ما تتوصفش. واذا كنا النهارده بنعمل الحلقه دي مش بنعملها والله 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 خالص كاعلاميين، انا بعملها كأم ومتخيله لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ان انا في وضع ام مليكة، ان بنتك تنزل المدرسه وتوبيس المدرسه اللي انت المفروض دافعه فلوس عشان يخلي باله من بنتك هو اللي يفرتك بنتك تحت عجله.